طب خليني اسالك، هل هدف محمد صلاح انقذ الموقف بنسبه كبيره؟ يعني انت دلوقتي اعتقد محتاجين 2-0 ليفربول علشان يتاهلوا، صح طبعا كده؟ طبعا. هو خلينا نقول ان محمد صلاح، مش علشان احنا مصريين مش بنجامله، لكن هو بالفعل كان افضل لعيب ليفربول امبارح. انت لو جيت تبصي على كل اللعيبه اللي شاركت، مش هتلاقي حد ادى المطلوب منه غير محمد صلاح. ايه المطلوب منه؟ محمد صلاح اولا كان في لعبه الهدف، كان في المكان الصح في الوقت الصح، وطبعا الفينش رائع جدا على المرمى، احرز هدف انقذ ماء وجه فريق ليفربول بشكل بالزبط. كبير. طبعا احنا شايفين على الشاشه الاحصائيات الخاصه بمحمد صلاح، اللي هو رجل فعلا ليفربول في المباراه بالتاكيد. محمد صلاح احرز هدف، لعب كل المباراه، لعب 95 دقيقه. الفرصه الوحيده اللي اتاحت له بنسبه 100% جاب منها، احرز منها الهدف، صنع فرصتين، ودي برضو في ظل الحاله اللي كان عليها خط وسط وهجوم ليفربول، ده يعني مقبول جدا من محمد صلاح انه يحرز فرصتين. كان ليه اهداف متوقعه 55% اللي هو نص هدف، اللي هي من فرصه غير محققه، ومع ذلك هو احرز هدف. يعني حتى تعدى نسبه الاهداف المتوقعه، وكان عنده تمريرات صحيحه بنسبه 70%، اللي هو 25 تمريره صحيحه من ضمن 36 تمريره، ودي برضو بالنسبه للضغط اللي كان واقع عليه من مندي والثنائي ناتشو ميليتاو وكمان كاسيميرو في خط الوسط، برضو دي نسبه مقبوله جدا. فبالتالي محمد صلاح نقدر نقول انه ادى يعني بصيص امل لليفربول. طبعا لسه الموضوع صعب، وفكره انك تعملي ريمونتادا بالحاله دي على ليفربول، على ريال مدريد، وعلى انفيلد بدون جماهير، ريمونتادا برشلونه احنا فاكرين الاجواء كانت عامله ازاي، وشايفين وفاكرين الدعم الجماهيري كان عامل ازاي، وفاكرين الروح والشكل الفني حتى اللي كان عليه ليفربول كان عامل ازاي. كل ده مش موجود دلوقتي. فكره انك تعملي ريمونتادا على ريال مدريد، يعني نقدر نقول مهمه صعبه، مش سهل انهم يعملوا ريمونتادا. طبعا انت بتتكلمي دلوقتي في نسب، لو هتتكلمي بنسب يعني مئويه، بتتكلمي 75 25 مثلا لريال مدريد.